السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أحبابي وأعزائي طلبة وطالبات الشهادة الإعدادية في ربوع مصر العامرة، أهلا بكم ومرحبا وحلقة جديدة من برنامجكم المتميز برنامج مدرسة على الهواء في مادة اللغة العربية. أسأل الله العلي القدير أن يجعلنا سببا في تيسير كل عسير عليكم بإذنه تعالى. استكمالا لطبعا دروس المشتقات التي بدأناها مع بعض في منذ بداية العام ومنذ بداية هذا الفصل الدراسي الذي أسأل الله سبحانه وتعالى أن يكلل هذا الفصل بنجاحكم وتوفيقكم بإذن الله تعالى. هناخد مع بعض النهارده إن شاء الله درس آخر من دروس المشتقات وهو اسم المفعول. يعني إيه اسم المفعول يا مستر وإزاي ممكن نطلعه من قطعة الامتحان؟ طيب إيه شكل السؤال اللي ممكن يجي لنا على اسم المفعول وحله إزاي؟ ده كله إن شاء الله الأسئلة دي كلها هنجاوبها دلوقتي مع بعض في حلقتنا. اسم المفعول هو عبارة عن اسم أو مشتق من المشتقات. يدل على من وقع عليه الفعل. يدل على ايه؟ على من وقع عليه الفعل. طيب هل ده يا مستر معناه ان انا ممكن اعرب اسم المفعول مفعول به؟ ممكن اسم المفعول يجي مفعول به، بس مش كده وبس، ممكن يجي مبتدا، ممكن يجي خبر، ممكن يجي اي اعراب من الاعرابات، ليس له اعراب محدد. مش معنى ان هو اسم مفعول يبقى انا هقصره في الاعراب على انه مفعول به، لا، المشتقات تعرب حسب موقعها في الايه؟ في الجمل. طيب هو ده تعريف اسم المفعول، زي ما قلنا هو عبارة عن مشتق من المشتقات يؤخذ من الفعل المبني للمجهول. غريبة قوي دي يا مستر، هنشوف دلوقتي في اشتقاق الافعال اللي هنجيب منها اسم المفعول للدلالة على من وقع عليه الايه؟ على من وقع عليه الفعل. كلام جميل جدا. طيب لو جينا بصينا مع بعض كده على ازاي اشتق اسم المفعول. اسم المفعول بيأتي من الفعل الثلاثي ويأتي أيضا من الفعل غير الثلاثي. يعني بيجي عندي من حاجتين، فعل ثلاثي وفعل غير إيه؟ غير ثلاثي. من الفعل الثلاثي هو اسم الدرس معايا إيه؟ مفعول، صح كده؟ يبقى بيأتي على وزن إيه؟ على وزن مفعول. سهلة دي، صح كده؟ يبقى عندي الفعل اسم المفعول من الفعل الثلاثي بيجي على وزن كلمة إيه؟ كلمة مفعول. نسيت أفتكر اسم الإيه؟ اسم الدرس بتاعي. طيب جيب لنا كده يا مستر أمثلة تدل على اسم المفعول على وزن مفعول. عندي مثلا الفعل كتب والفعل سمع. يا مستر احنا ملاحظين حاجة هنا كده في الأفعال اللي انت كتبتها، ان انت قلت ما قلتش كتب، قلت ايه؟ كتب بضم الكاف وكسر التاء، وقلت سمع بضم السين وكسر الميم. ده معنى ايه؟ احنا قلت لك من شوية ان اسم المفعول بيجي من الفعل المبني للايه؟ للمجهول. الفعل المبني للمجهول اللي بيحذف منه الفاعل بتاعه، والفعل المبني للمجهول طبعا احنا خدناه في سنه اولى اعدادي. يبقى كتب ده ثلاثي مبني للمجهول، عايز اجيب منه اسم مفعول على وزن كلمه مفعول، يبقى كتب تبقى ايه؟ مكتوب. جميل جدا. طب سمع تبقى ايه؟ مسموع. طيب لو قال لي فهم تبقى الكلمه ايه؟ مفهوم. اظن كده بقت سهلة جدا. يبقى انا كده في الامتحان الكلمة اللي هتجيلي هيجيلي كلمة مكتوب، صح؟ الكلمة اللي هتجيلي اسم مفعول هتبقى مسموع مثلا، الكلمة اللي هتجيلي اسم مفعول هتبقى ايه؟ مفهوم. ليه؟ لان سؤال الامتحان هيجيلي يقول لي استخرج اهو اسم مفعول، وممكن يقول لي واذكر فعله، تمام، او يقول لي اذكر وزنه، حاجة من الاثنين مع الاستخراج. يقول لي استخرج اسم المفعول ده اساس، ويقول لي يا اما تذكر فعله يا اما تذكر ايه؟ تذكر وزن. طيب انا لو كتبت الفعل مثلا علم، ها، يبقى اسم المفعول اللي هيجي لي في القطعة اللي انا هستخرجه هيبقى كلمة ايه؟ معلوم. خلاص عرفت منين؟ لان الفعل علم ده كام حرف؟ 3 حروف، يبقى فعل ثلاثي. واحنا قلنا من شوية ان اسم المفعول من الفعل الثلاثي يأتي على وزن ايه؟ على وزن مفعول. يبقى ادي استخراج اسم المفعول اهو، ده الاستخراج بتاعنا اسم المفعول، وادي فعله علم مبني للمجهول. وخد بالك لانك لو كتبت الفعل كده من غير ما تبني للمجهول طبعا بتاخدش الدرجة، لان احنا قلنا ان اسم المفعول لازم يبنى للايه؟ للمجهول. كل اللي انت هتعمله هتضم اول وتكسر حرف قبل الايه؟ الاخرين. تحط في الاول ضمة وفي الاخر قبل الاخير ايه؟ كسرة، عشان تبين ان الفعل مبني للايه؟ مبني للمجهول. طيب يبقى احنا كده طلعنا اسم المفعول وطلعنا فعله، معلوم على وزن ايه؟ على وزن مفعول. يبقى ده الوزن ايه؟ الوزن بتاعه. يبقى ده 3 اجزاء للسؤال اللي موجود معانا. طيب ده بالنسبة لاسم المفعول
من الفعل الثلاثي. ولو تلاحظوا هلاقي ان الافعال اللي انا كتبتها ما فيش فيها حرف علة خالص. طب يا مستر بقى لو جالي فعل فيه حرف علة، حرف العلة ده موجود معانا على طول، لازم طبعا يعني نشوف هنعمل فيه ايه. اسم المفعول من الفعل المعتل، يعني عندنا اما الفعل بيجي معتل الوسط بنسميه الفعل الاجوف، او بيكون معتل الاخر وبنسميه الفعل الناقص. طيب تعالوا مع بعض نشوف ازاي هتصرف وهجيب اسم المفعول من الفعل المعتل. نبدأ مع بعض كده من الفعل الاجوف اللي هو الفعل ايه؟ قال. ناخد كمان فعل باع، ناخد كمان فعل صام. طيب ده الاجوف. طب لو جيت ليه الناقص؟ عندي الفعل قضى والفعل دعا، اعمل فيهم ايه؟ بسيطه خالص، هجيب المضارع من الفعل. قال تبقى ايه؟ يقول، واروح قالب حرف المضارع ده ميم، تبقى بقت الكلمه ايه؟ مقول. هو طبعا حدث فيه تغييرات كتيره جدا انت في غنى عنها، مش عايزين نقولها لك عشان ما نشتتش دماغك. لو مطلوبه منك انت ازاي تطلع اسم مفعول من الفعل المعتل الوسط، هتعمل ايه؟ هتلاقي الفعل عندك هيجيبه في الماضي زي الفعل باع، باع تبقى ايه؟ يبيع، تمام. ونقلب حرف المضارع ده ميم تبقى الكلمه ايه؟ مبيع. يبقى انا ممكن تيجي لي في الامتحان كلمه مقول، ممكن تيجي لي كلمه مبيع، يبقى اعرف على طول ان مقول ومبيع اسم مفعول من الفعل المعتل. ليه يا مستر؟ لانه في الامتحان بالتحديد ممكن يجي لي ويقول لي استخرج اسم مفعول لفعل معتل، اسم مفعول لفعل معتل، فلازم اكون جاهز لكل الاسئله. عندي اهو قال اسم المفعول منها مقول، عملنا ايه؟ قلبنا حرف العله الاصل جبناه في المضارع، وقلبنا حرف المضارع خلناه ايه؟ ميم، بقت الكلمه ايه؟ مقول. باع يبيع، بقت ايه؟ مبيع. طيب صام بقى تعملوها انتوا كده اهو، صام تبقى ايه؟ يصوم. ايه سامع؟ ايوه يا مستر، تبقى ايه؟ مصوم. كلام جميل. طيب ده بالنسبه للفعل الايه؟ للفعل الاجوف. طيب لو كتبنا في او شفنا على ورقه تانية كده الفعل اللي هو الناقص زي الفعل قضى والفعل دعا. قضى ودعا هعمل معاهم ايه؟ زي اللي عملته في الاولانيين، يبقى ايه؟ اجيب المضارع يقضي ويدعو، واقلب حرف المضارع ده ميم يبقى مقضي. ملاحظين انت حطيت شده يا مستر؟ يدعو مدعو. ازاي بقى؟ طبعا هنا في حدث، يعني في حرفين ادغموا في بعض فاصبحوا حرف ايه؟ واحد، عشان كده حطينا عليهم الايه؟ الشده، بقت مقضي بالتشديد كده ومدعو بالتشديد. بس كل اللي عملته انا برضو جبت الفعل في الايه؟ في المضارع، وقلبت المضارع خليته ايه؟ او حرف المضارع خليته ميم، فبقت الكلمه مقضي وبقت الكلمه ايه؟ مدعو. وقس على هذا كل الافعال اللي بتجي لك، سواء كانت افعال ناقصه يعني اخرها حرف عله، او افعال فعل اجوف يعني في منتصفه او في نصفه حرف من حروف الايه؟ حرف من حروف العل. ده بالنسبه للفعل الثلاثي اللي هو سواء كان فعل صحيح وسواء كان فعل معتل. وعرفنا ازاي نطلع اسم المفعول، عرفنا وزنه على وزن كلمة مفعول، وكمان عرفنا ازاي نجيب الفعل منه. قلنا لازم يكون الفعل ايه؟ مبني للمجهول، وبكرر اهو لازم، اما استخرج فعل اسم المفعول يكون ايه؟ يكون مبني للمجهول. احط ضمة، ضم واكسر، ضم ايه؟ واكسر. طيب انت قلت يا مستر في البداية ان اسم المفعول برضو بيجي من غير الثلاثي، اقول لك نعم، اسم المفعول بيأتي من غير الثلاثي يعني بدرجة شبيهة جدا بنسبة 99% زي مين؟ زي اسم الفاعل، مع اختلاف بسيط خالص. ايه هو الاختلاف البسيط؟ الحرف قبل الاخير. في اسم الفاعل كنا بنكسر، اما في اسم المفعول هنعمل ايه؟ هنفتح. طب يلا بينا نشوف امثلة. عندي الفعل مثلا الفعل استخدم، الفعل استخدم هعمل ايه؟ كنا بنقول بنجيب المضارع، يبقى المضارع ايه؟ يستخدم، سليم. وبعمل ايه؟ واقلب حرف المضارع ميم ايه؟ ميم مضمومه، تبقى مستخ، وقف كده. هقول ايه بقى؟ مستخدم ولا مستخدم؟ لو قلت مستخدم يبقى انا كده عملتها اسم مفعول، عملتها اسم ايه؟ مفعول. طب لو قلت مستخدم بالفتح، لا قلنا مستخدم تبقى اسم فاعل معلش، ومستخدم تبقى اسم ايه؟ اسم مفعول.
يبقى بالكسر، كسر قبل الاخرين بقت اسم ايه؟ فاعل. فتحه قبل الاخير بقت اسم ايه؟ اسم مفعول. ناخد مثال كمان، الفعل استعمل، ها المضارع منه يستعمل، جميل، يستعمل اسم المفعول منه، نقلب حرف المضارع ميم مضمومه ونفتح ما قبل الاخرين تبقى مستعمل. طيب اسم فاعل هتبقى ايه؟ مستعمل. ده بالنسبه لفكره اسم المفعول من الفعل غير الثلاثي. طيب الفعل لو هاجي طبعا ابني الفعل للمجهول تبقى ايه؟ استعمل، استعمل، لازم اضم اوله واكسر ما قبل الايه؟ الاخر. او استخدم، ماشي، برضو بضم الاول واكسر ما قبل الايه؟ الاخر، والحرف الثالث بحط برضو عليه ايه؟ ضمه اذا كان الفعل سداسي. طيب يا مستر احنا بتقابلنا افعال ممكن يتشابه فيها الفعل، الفعل الاسم الفاعل مع اسم الايه؟ المفعول، لان الوزن بتاعهم واحد او الشكل والصيغه بتاعتهم ايه؟ واحده. طب انا اتصرف فيها ازاي؟ الفعل ده هيجي لي في قطعه الامتحان، طيب ازاي هعرف اذا كان اسم فاعل ولا اسم مفعول؟ هقول له طبعا انا فاهم قصدك وقصدك على افعال كتير، هناخد منها مثال واحد وهو الفعل اختار. الفعل ايه؟ اختار. طيب الفعل اختار ده ازاي اجيب منه اسم الفاعل وازاي اجيب منه اسم المفعول؟ الفعل اختار هو نفس الوزن بالظبط، مفيش فيه اي تغيير، هتبقى ايه؟ يختار، تبقى ايه؟ مختار. طيب اسم الفاعل زي اسم المفعول، هو صيغه واحده وشكل ايه؟ وشكل واحد. طيب انا هفرق ما بينهم ازاي؟ هفرق بينهم من سياق الجمله، يعني هكتب جملتين كده مع بعض وانت من نفسك من فهمك للجمله هتطلع وتعرف اذا كان ده اسم فاعل والا اذا كان ده اسم مفعول. اما اقول المعلم مختار الطالب المتفوق في المسابقه، كويس قوي. لو كتبت جمله تانية وقلت الطالب مختار من المعلم في الايه؟ في المسابقه. شرحنا في اسم الفاعل وقلنا اسم الفاعل هو ما يدل على من قام بالفعل، واسم المفعول هو ما يدل على من وقع عليه الفعل، يعني واحد عمل الفعل واحد وقع عليه الايه؟ الفعل. طب في الجمله الاولانيه اللي قدامي المعلم عمل ايه؟ اختار. يبقى اذا المعلم طبعا ده قام بالفعل، يبقى على طول وانا مغمض يبقى ده اسم ايه؟ فاعل. عرفنا منين يا مستر؟ ما هو من شويه قلت لك اهو اسم الفاعل يدل على من قام بالايه؟ على من قام بالفعل. المعلم مختار، يعني هو اللي اختار الطالب، تمام كده؟ يبقى على طول ده اسم فاعل. طب الجمله الثانيه قلت الطالب مختار من المعلم، هل الطالب اختار ولا تم اختياره؟ لا، ده الطالب تم اختياره، يعني هو اللي وقع عليه الايه؟ هو اللي وقع عليه الفعل. يبقى كلمه مختار هتبقى اسم ايه؟ اسم مفعول. ببساطه شديده جدا المعنى بتاع الجمله هو اللي بيفرق لي في الكلمات اللي فيها تشابه مع اسم الفاعل ومع اسم الايه؟ المفعول. انا هفهم الجمله هشوف قصده ايه. لو قصده ان الشخص ده هو اللي قام بالفعل يبقى اسم فاعل، لو قصده اللي بيتكلم عليه هو اللي وقع عليه الفعل يبقى ده اسم ايه؟ اسم مفعول. تمام كده؟ ده بالنسبه للكلمات والافعال التي يكون فيها طبعا تشابه في اسم الفاعل وفي اسم الايه؟ وفي اسم المفعول، زي كلمة طبعا مختار، طبعا المعلم قلنا مختار الطالب، والطالب مختار من الايه؟ من المعلم. طيب لو قلنا مثلا الفعل اجتاز، نفس الكلام، هتبقى مجتاز اسم الفاعل واسم الايه؟ المفعول. اقول لك الطالب مجتاز الامتحان، والامتحان مجتاز من الايه؟ من الطالب. كلمه فعل فاعل اللي هي ديت، وكلمه فعل مفعول اللي هي ديت، يبقى دي اسم فاعل والتانيه اسم ايه؟ اسم مفعول. عرفنا منين؟ من سياق الجمله ومن شكل الايه؟ ومن شكل الجمله ومعنى الجملة اللي أنا طبعا فهمته من خلال فهمي للقطعة. وقلنا قبل كده ونبهنا علشان تقدر تحل قطعة الامتحان كويس
لازم تقرأ القطعة قراءة جيدة جدا وتفهم ما المراد من تلك القطعة والفقرة الصغيرة اللي جاية لك، لأن فهم المعنى، فهم معنى الجملة أو القطعة اللي عندك هيحل لك مشاكل كتير جدا. أولها الإعراب، أولها الإعراب. طبعا الإعراب يعني بيعتمد اعتماد كبير على فهمك لمعنى الإيه؟ لمعنى الجملة والمراد من الإيه؟ الجملة. حبايبي إحنا كده يعني يعتبر لخصنا أو جبنا أفضل أو أهم شيء في اسم المفعول، عرفنا إزاي الاسم ازاي بنستخرجه، عرفنا اشتقاقه من الثلاثي ومن غير الثلاثي، عرفنا الفاعل الفعل بتاعه بيجي ازاي، عرفنا طبعا اوزانه بتبقى ازاي. طيب يعني احب ان احنا نكمل مع بعض في فصل او احداث الفصل 11 للقصه بتاعتنا، قصه طموح جاريه. احنا كنا في حلقات سابقه تكلمنا وتحدثنا عن طبعا الفصل العاشر وعرفنا الرسالة التي وصلت إلى السلطان نجم الدين أيوب أثناء استشفائه في دمشق، تعلمه وتخبره، طبعا الرسالة موجهة إليه من ملك صقلية، تعلمه وتخبره بقدوم حملة صليبية من فرنسا بقيادة لويس التاسع قادمة لتحتل مصر، لأن مصر في رأيهم أحق بالغزو، فهي تحمي ظهر العرب وهي مفتاح الشرق كله. كمان الحملة موجهة إلى دمياط في مصر لعدة أسباب، منها طبعا للثأر من طردهم من دمياط من قبل، طبعا أنا بتكلم عن الصليبيين. ثانيا طبعا يعني حتى تكون ورقة للمساومة وحين يحدث تفاوض بين نجم الدين وبين لويس التاسع. ثالثا دمياط طبعا بموقعها تكون أيسر وأسهل المدن لإيصال الإمدادات التي تأتي من أوروبا للحملة داخل إيه؟ داخل مصر. وعرفنا مدى طبعا حب نجم الدين لشعبه ولبلاده وإصراره على أن يحضر المعركة بنفسه على الرغم من مرضه الشديد، وأنه سوف يحمل في محفة طبعا إلى مصر حتى يصل إلى معسكر جيشه في مدينة أشموم طنح. نجم الدين أمر بإرسال الرسائل والحمام إلى مصر حتى يعلم أهل مصر ويستعدون الاستعداد الكامل طبعا للحملة القادمة من فرنسا. هب أهل مصر جميعا، وده بيبين مدى حب المصريين لبلادهم وحبهم للجهاد من أجل دين الله سبحانه وتعالى. أسرع الجميع إلى المساجد حتى يستمعون إلى خطب الخطباء وهم يتحدثون عن الآيات الكريمة التي تشجع وتحث على الجهاد وعلى ثواب المجاهدين. كمان الأحاديث النبوية الشريفة التي فيها طبعا بيان لفضل الجهاد في سبيل الله من أجل دين الله ومن أجل الدفاع عن البلاد ومن أجل الدفاع عن الوطن والتضحية من أجل الوطن، حتى أن المقاهي والاجتماعات التي كانت تحدث في القاهرة كانت كلها فيها أناشيد وحماسة تحمس المصريين على الوقوف في وجه الحملة القادمة إلى مصر. المهم يعني هب المصريون إلى قائد مصر أو حاكمها في الوقت ده هو حسام الدين والأمير حسام الدين، يعرضون أنفسهم للانضمام إلى الجيش. فكان حسام الدين يقبل من يقدر على الحرب ويرد من لا يستطيع، فكان من يرد هذا يعني يرجع يعني باكيا نائحا لأنه لم ينل ثواب الاشتراك في صد تلك الحملة. وصلت الأخبار بقدوم نجم الدين إلى مصر وبالتحديد في مدينة أشموم طنح. طيب نجم الدين كما نعلم مريض لن يستطيع أنه يعني يشترك في المعركة بنفسه، فبدأ يتشاور مع زوجته شجر الدر في من يطلع يعني يقوم بمهمة قيادة الجيش في مصر. مهمة قيادة الجيش في الوقت العصيب ده مهمة صعبة جدا، ولن يستطيع أن يقلد تلك المهمة إلا من له الكفاءة والقدرة على أن يخرج بالجيش والبلاد من هذه المحنة الصعبة. تم ووقع الاختيار على الأمير فخر الدين بن شيخ الشيوخ ليكون قائدا للجيش. استدعاه نجم الدين أيوب، ولما استدعاه نجم الدين بدأ يعد معه الخطة التي وضعوها من أجل التخلص والانتصار على لويس التاسع. الخطة عبارة عن أمرين اتنين نكتبهم كده مع بعض. أولا تحشد دمياط بالسلاح والمال والمؤن. أول حاجة تحشد مدينة دمياط يعني تملأها بالسلاح والمال والمؤن اللازمة طبعا لصد الحصار الذي سيقوم به لويس التاسع، ده أولا.
حتى يتلاشى أو تتلاشى الخطأ الذي وقع فيه المصريون من قبل في عهد الملك الكامل، فكان لأن طبعا دمياط تم احتلالها في عهد الملك الكامل أيضا من الصليبيين، وكان الخطأ اللي وقعوا فيه أنهم طبعا لم تكن دمياط مجهزة التجهيز التام للوقوف في وجه هذا المستعمر الصليبي. تاني حاجة أمره نجم الدين، أمر قائده طبعا فخر الدين أن ينزل على الجانب الغربي للنيل حتى يعرقل تقدم الصليبيين إلى مدينة دمياط. نجم الدين أو فخر الدين يستمع إلى خطة مولاه وسيده نجم الدين طبعا في انصات شديد وحرص شديد على تنفيذ تلك الايه تلك الخطة، ولكن نجم الدين يتحدث إلى فخر الدين والدموع تنزل من عينيه قائلا له وأنه كان يتمنى أن يحضر المعركة ويقود المسلمين بنفسه، كان يتمنى أن يتقرب إلى الله سبحانه وتعالى برأس لويس التاسع ذلك الملك المغرور، ولكنه حاول وحاول مع الأطباء ولكن الأطباء رفضوا اشتراكه في المعركة خاصة وأنها قد بترت ساقه. فشجر الضر يعني بدأت تهون على زوجها نجم الدين أيوب، فتوجه إليها بالحديث قائلا خائف يا شجر الضر، مما يخاف نجم الدين يا ترى؟ نجم الدين طبعا يعني بين ووضح لزوجته شجر الضر سبب خوفه وسر خوفه، ليس خائفا من الموت فهو لا يخاف من الموت، نعلم مدى شجاعته، ولكنه خائف إن مات في ذلك الوقت فإنه سوف يحدث أو تحدث ما يخافه من الفرقة والانقسام في الأمراء بسبب الصراع على الحكم وعلى السلطة وعلى الملك. يبقى هنا السبب الأساسي أو السبب الرئيسي لخوف نجم الدين أيوب، عشان ممكن يجي له سؤال صح وغلط، كان نجم الدين خائفا من الموت، طبعا الإجابة خطأ، كان نجم الدين لم يخاف من الموت ولكنه خاف إن مات أن تحدث في البلاد فرقة وانقسام بسبب طبعا الصراع على الحكم والملك. بني أيوب لن يتركوا السلطة ولن يتركوا العرش خاليا لفترة طويلة بعد وفاة نجم الدين، فنجم الدين رأى أن ينصب على مصر وليا لعهده حتى إذا مات تكون الأمور في قبضة يدي، وطبعا هيقع اختياره على ابنه توران شاه. بدأ السبب الأساسي لخوف نجم الدين أيوب، ولكن شجر الضر بدأت أيضا كعادتها تهون وتخفف على زوجها نجم الدين أيوب وتقول له لا تقلق يا مولاي، فإن كل سيف يضرب في المعركة هو بيمينك، وكل جنودك رهن إشارتك وطوع بنانك، وسوف تشهد النصر وهو يتحقق على الإيه؟ على الأعداء. توجه نجم الدين بحديثه مرة أخرى إلى فخر الدين قائد جنده، توجه إليه طبعا ناصحا ثم محذرا ثم داعيا، نصح وحذر ودعا. من نجم الدين؟ نصح فخر الدين وحذره ودعا له بما نصحه ومما حذره وبما دعا له. نصحه بأن يجعل كل ما يفعله لوجه الله سبحانه وتعالى ابتغاء وجه الله عز وجل، وأن يبث في جنوده من روحه، وأن يعني يتقدم جنده في الموقف العصيب فيجدهم قد سبقوه إليه. ثلاث نصائح: يجعل ما يفعله ابتغاء وجه الله عز وجل حتى ينال الأجر والثواب. ثانيا أن يبعث في جنده من روحه، يرفع الروح المعنوية لجنوده. ثالثا أن طبعا أنه بعد أن يبث في جنوده من روحه أن يتقدم جنوده في الموقف العصيب، مش يتأخر ويتزحزح إلى الوراء، لا يكون هو في مقدمة الجنود خاصة أثناء المعركة، فيجد جنده قد سبقوه إلى الإيه؟ إلى المعركة إذا وجدوا قائدهم يعني يضحي بحياته ويضحي بنفسه من أجل أوطانه. ده النصيحة. أما بالنسبة للتحذير فطبعا التحذير حذره من الشائعات، إياك والشائعات وإياك وما يذيعه المرجفون. المرجفون اللي هم الذين ينشرون الخوف والرعب والإشاعات الكاذبة خاصة في أوقات المحن. طبعا سواء كان من معسكر الأعداء أو معسكر المصريين أنفسهم، ده التحذير. أما الدعاء فدعا له الله أن يوفقه وأن يحقق أمل الناس فيه بأن ينتصر على لويس التاسع وأن ينتصر على تلك الحملة الصليبية الغاشمة التي جاءت لتحتل بلادنا مصر. ده بالنسبة للنصيحة والدعاء والتحذير الموجه من نجم الدين أيوب إلى قائد جنده فخر الدين ابن شيخ الشيوخ. انطلق
فخر الدين إلى طبعا بجنوده إلى مدينة دمياط ليكون في انتظار حملة لويس وقدومها إلى مصر. حملة قبل أن تصل فإذا برسالة تأتي من لويس التاسع، رسالة تهديد إلى نجم الدين أيوب، يذكره فيها بما فعله الصليبيون في عرب الأندلس. طبعا كلنا نعلم أن بلاد الأندلس كانت تحت حكم المسلمين، ولكن في فترات ضعفها رجعت إلى حكم الصليبيين مرة أخرى، وقاموا طبعا أفعال فظيعة جدا وأبشع الجرائم فيها، وطبعا قتلوا عدد كبير منها. فلويس التاسع بيذكر نجم الدين بهذا وينصحه بأن يسلم له البلاد، وإلا كان مصيره كمصير عرب الإيه؟ عرب الأندلس. نجم الدين قرأت عليه الرسالة وازداد غضبه واشتدت عليه العلة بسبب هذا المتعجرف المتكبر لويس التاسع، وأمر قائده بأن يعني أو أمر كاتبه بأن يكتب رسالة بنفس اللهجة وأقوى منها ردا على ما قاله لويس التاسع. الرسالة احنا جايبينها مع بعض أو جزء منها كده لو نشوفها. الرسالة التي رد بها لويس التاسع، طيب نقولها رسالة سريعا. طبعا قد وصل كتابك وأنت تهدد فيه بكثرة جيوشك وعدد أبطالك، فنحن أرباب السيوف، ما قتل منا قرن إلا جددناه، ولا بغى علينا باغ إلا دمرناه، فلو رأت عيناك أيها المغرور حد سيوفنا وعظم حروبنا، وفتحنا منكم الحصون والسواحل، وإخرابنا منكم ديار الأواخر والأوائل، لكان لك أن تعض أناملك من الندم، ولا بد أن تزل بك الإيه؟ بك القدم في يوم أوله لنا وآخره عليك. طبعا لويس وصلته الرسالة واستشاط غضبا منها، لأنه كان لا يتوقع أن يرد عليه نجم الدين بمثل هذا الرد، فإذا به يأمر طبعا ببدء المناوشات مع المسلمين، وبدأت المناوشات بالفعل، ولكن تأخرت رسالة السلطان على فخر الدين، تأخرت عليه رسالة ببدء المعركة، فبدأت الشكوك تدخل إلى رأس فخر الدين ابن شيخ الشيوخ. يا ترى ماذا حدث؟ هل الحمام الذي جاء برسالة ضل طريقه، أم أن السلطان قد مات والأمراء يتكالبون على الحكم وعلى السلطة؟ فسيطرت عليه فكرة أن نجم الدين قد مات، مات نجم الدين، فإذا به يعني يتصرف تصرف خاطئ بأنه يقوم وينسحب بجيشه من مدينة إيه؟ من مدينة دمياط ليلا، حتى يرجع إلى أشموم طناح مرة إيه؟ مرة أخرى، ويشترك في اختيار السلطان الجديد بعد وفاة نجم الدين. رجع فخر الدين وترك المدينة بلا جيش يحميه، وإذا بأهل دمياط يعني يزعرون ويخافون مما حدث، ويهربون ليلا أيضا من مدينة دمياط، ويدخل لويس المدينة بغير حرب وبغير قتال ويحتل مدينة دمياط. طب إيه موقف نجم الدين بقى مما فعله فخر الدين ابن شيخ الشيوخ؟ طبعا قدم نجم الدين إلى محكمة من طبعا العلماء، هو ومن معه من القادة، بتهمة الانسحاب من المعركة، وبدأ نجم الدين يرى ماذا سيفعل بعد تلك المصيبة الفاجعة التي حدثت والتي كان لا يتوقعها أبدا. أما أهل القاهرة ففزعوا لما علموا، ولكن بدأ قائدهم في القاهرة يهدئ من روعهم ويقول لهم إن العبرة بالخواتيم، العبرة بالخواتيم، وأنهم إذا خسروا معركة فإن الحرب ما زالت مستمرة، وسوف يحقق الله سبحانه وتعالى النصر للمسلمين على طبعا أعدائهم هؤلاء هؤلاء الغاصبين. دي طبعا كانت أو مجمل لنهاية الفصل اللي معانا إن شاء الله، الفصل 11، وفي حلقات قادمة إن شاء الله يعني نكمل مع بعض فصول القصة اللي موجودة معنا. طبعا هو يعني عشان نربط الأحداث مع بعضها، الفصل اللي بعد كده بانتقال نجم الدين أيوب إلى طبعا إلى إيه؟ إلى مدينة المنصورة، يستعد ويحاول طبعا يجهز جيوش للمعركة الإيه؟ القادمة. ويعني انتهى وقتنا، أترككم في رعاية الله وأمنه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.